الله يبارك الله يبارك. الجمع الأعظم الجمع الأعظم من دخله أنا لخل. أها صرح وش بيك؟ ها ولدي صرح. يا لبك باللي ذي اللوحة. عبد العليم هاي المي ضاربي بك توضينا ليه؟ ما شاء الله ما شاء الله. كونكسيون عندك مليح انت. الله يبارك الله راح نكوبينا الله نقعد كيما راني. ومن دخلت على المصلى منه الجامع الجامع الأعظم من الداخل. الله يبارك في قاعة الصلاة. الله يبارك الله يبارك. الله يحفظ البلاد إن شاء الله ربي يحفظ بلادنا. اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. الله يبارك ما شاء الله ربي يبارك ربي يحفظ البلاد والعباد إن شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذه أكبر ثريا في العالم ها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تكاد تميز من الغيظ كل ألم يأتكم نذير. هذه نورمال مو صورة تبارك كاميرا هنا صورة الملك. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الله يبارك ربي يحفظ البلاد إن شاء الله. منظر ربي يبارك ما شاء الله. الله يبارك جمع ضخم ربي يحفظ البلاد إن شاء الله. إقامة صلاة العصر صلاة العصر يرحمكم الله من المسجد الأعظم. تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك الكبر كبير. اسمع قد ايش تلقى الصلاة دي تلقى الصلاة دي لو بس 60,000 الله يبارك. نشوف الزابية تعالوا هناك فاتي هي. الله يبارك ذيك يشعلوا الضوء شو يقول لك فين تولي نعكس الضوء على الأرض.
هذو خاوتي البيبان العملاقة تاع الجامع داخل الجامع. قدا كاين باب هنا زوج، هذو نورمالمون البيبان صنع باينة ويتحلو بلا بريسيون. هذوهم يتحلو ب هي مشتركة قدام دولة يرحم والديك. دي جامع هنا كاينين ثلاثة أبواب الضخمة. الله تقولنا فتاع الرومان هذوك. الله يبارك. نشوفوا ترى وين تبان هنا. شوفوا الواجهة وين راه يا خوتي. ما شاء الله ما شاء الله. الحجم راه كبير ياسر، ما يبانش انا في الفيديو اللي راه كبير. رجيت تحت نصورها. ايه دوك من قدام تشوفها. ايه ودير حسابك بلي راه الحجم هنا راه ربي يبارك راه خارق. بالك ما يبانش مليح في الكاميرا بلي راه كبير، بصح راه شو العباد راهم يبانو. شوف يا سي محمد الصوريه وحدها برك راه هي راه ربي يبارك ما شاء الله. ربي يحفظ البلاد ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. هاي صارية من تحت كذا من فوق تبان تبان تبان. هذه مباشرة راني عموديا فوقها. يا ربي اش من صنع هذه. شوف ربي يبارك خاوتي. شوف الله يبارك الله يبارك الله يبارك. هذا المحراب وين يصلي الإمام على المنبر. ها المحراب خاوتي وين يبان. ها المحراب مع المنبر. ها هذه الواجهة. نشوف الزاوية تاع وجهك راجل. Gracias.
يا ربي يبارك شنو هي تحفة شنو ما شاء الله ما شاء الله وش بيك الله يبارك بين صلاة الجمعة ملكي فئة كن يعود فيها الغاشي بيتعمر غدوة غدوة مع صلاة الجمعة متفرقش ما فين حطيت الأخر اي يا ربي يبارك اسمه هذا هنا شنو مرك فيبانو المسجد هذا يقولوا له مسجد ودي بشين يا عبد الحليم إيه ما تقوليش توضعوا هنا ما يضعنا ثاني مزية مشانا ياي الله يبارك آه المنارة من فوق ربي يبارك ربي يبارك ما نعرف ايه هاو تبلي مزال هذا مزال كل هذا كله تابع للمجامع وش بيه مزال الاشغال مزال ويخدمه هو هو رسمي تبلي مع رمضان هذا بك حلوه هذا لما نقول لك هنا برك يا حسرة ايش والله يبارك ما نارك فات بان وش بيه تلمم الحجم بالزمة تبانش بان شوية بان شوية شيري لا فونداسيون ايه مسجد ضخم وش بيك ضخم بكل المقاييس الحبيب اي قاعة محاضرات ويا في قدهنا اي شوف الله يبارك منك فيبان اه من يبان مليح
هذيك كما نقولوا حرم المسجد، باحه المسجد، هو تكون كاينه غزوه اللي هي في بعد نحوسوا عليه في جوجل ونقول لك. الهندسه ربي يبارك ما شاء الله. استغفر الله العظيم. نبي يرحم والديك غدوه مع صلاه الجمعه ويكون يعود صح صح يعني ويفتحوه صح. معك فيها تولي. ايه الباركينغ اسمه محمد باركينغ كره اللي تحت هنا كره هي. والله استغفر الله العظيم. ايه اها يهز الجزائر كومبلي. يا ما قد يهز ولا قريت عليك النهار في جوجل يا ما في 40,000 ولا 50,000 ولا 60,000. يا يرحم والديك شوف من بعيد منك فات بين القبه شوف. هي الله يبارك شوف شوف هذيك كل يتابع عليه هذه كل باحث المسجد وشن هي. يا واه الله يبارك يسمه المسجد الاعظم والله غير ايوا منا على الخرجه هاي كفاه تبان من بعيد المناره القبه هذه القبه كفاه تبان من بعيد حنا كنا نصلي تحت القبه هذيك شوف من برا كفاه تبان هاو الباركينغ ها شفت الباركينغ ولا ما شفتوش منا يدخلوا يقارو الناس ها نعرف هذه جامع الجزائر هاي شتا ولا ما شتاش.